بشم الصواريخ بأنها صواريخ عميلة، وذلك على لسان زهاركم، أليس كذلك؟ كم من المناضلون تعتقلون في غزة؟ أم أن هذا حفاظا على المقاومين كما تقول رموزكم؟ وقبل أيام وفي يوم الأرض الخالد دعست فرسانكم على نسائنا وشيوخنا ومن هب من أهلنا في غزة لنصرة القدس والمقدسات، وللأسف تكرر المشهد ذاته، ولكن في شوارع القدس المحتلة من قبل خيالة الكيان الصهيوني. اوعوا تحكوا لي فوتوشوب. هل هذه مقاومتكم أم مشروع حماية سلطتكم تحت ظل العدوان والحصار؟ رسالة صغيرة لا بد منها إلى كل من يحاول تشويه صورة رفيقاتنا المسجد ويدعي الإيمان والرحمة، فعنواننا واحد وردنا واحد، رفيقتنا كما جميع أخواتنا في جامعة الشهداء أسمى وأعظم من أن يمسوا بألسن مريضة رجعية. شكرا لممثل الحكم الطلاب الديمقراطي. واللي حكوا فيها أصلاً ما استفدنا منه إشي، بالعكس كانت مسخرة وحكي فاضي ومضيعة وقت، بس سبوا فيها بعض ورجونا كل واحد مدى سوء فيها. ما أقنعتش حتى الطلاب اللي واقفين اللي تابعين للقتال، يمكن في بعض الأحزاب جاوبوا على أشياء منطقية، بس الباقي لا، ما كانتش نظرة منطقية ولا فادت الطلاب، بس يعني مسبات الشتائم. رأيي بالمناظرة، أولاً المناظرة ما كانت مناظرة انتخابية، هي كانت استعراض لشخصيات ما عرضت أي قضية وما عالجت أي شيء إحنا بنشكي فيه، لدرجة إنه إحنا كلنا رجعنا ومش عارفين من ننتخب، لأنه ما بنعرف كل واحد إيش برنامجه النقابي وإيش برنامجه الانتخابي. ثانياً أنا ما شفتش بالمناظرة حدا يعني وردت كلمة احتلال في كل المناظرة، هي كانت عبارة عن استعراض ويعني طلعت لنا شخصيات إحنا ما كنا نعرفها، مش أكثر من هيك. عبارة عن فوضى عارمة بين الكتل اللي كانت مشاركة، وخاصة كتلة الشباب الطلابي وكتلة الوفاء الإسلامية. المفروض أنهم يحكوا عن يعني شو راحين يعملوا الطلاب، عن برنامج نقابي لا أكثر ولا أقل، لأنه بالآخر أنت بدك تمثل مجلس طلبي أكاديمي، مش تروح تحكي بعيوبهم من سنة 1950 لحتى. المناظرة مالك سنة أسرحي كان وضع سيء، لأنه هي يعني وضعت في إطار خارج الإطار اللي كان مفروض تكون موضوعة فيه، واللي هو أنه كل حزب بيطلع يحكي عن مصلحة الطالب وشو كنت برنامجه للطلاب، لكن المناظرة ما كانت هيك نهائيا، كل حزب طلع يحكي
الثانية، وهي كانت عبارة عن مجرد تفضيح سياسي وفضايح حزب للآخر، فبالتالي كان وضع كثير رديء امبارح، ما كانت حسب المستوى المطلوب وحسب الهدف المطلوب. المناظرة امبارح كانت بصراحة تفتقر إلى الإشي اللي بيبحث عنه الطالب. الطالب ما بيبحث عن مساوئ الأحزاب الأخرى، الطالب بيبحث عن الحزب اللي بده يمسك المجلس في إيش بقدر يساعده، في إيش بقدر يفيده. فاللي شفناه امبارح إنه كل حزب كان إذا مثلاً فترة الحديث 5 دقائق كانت 4 دقائق في إظهار عيوب الأحزاب الأخرى ودقيقة واحدة في التعريف عن الذات، وهذا إشي سلبي جداً لأنه في النهاية إحنا طلاب في ذات إخوة وجمعنا إلنا هدف واحد هو مصلحة الطالب، وما إلنا في التحزب السياسي أو الإشي اللي ربطوه في خارج الجامعة. فبتوقع إنه إن شاء الله في السنوات القادمة المناظرة تصير أحسن ويصير التركيز على الإشي اللي كل حزب بقدر يفيد فيه الطالب مش العيوب بتاعت الأحزاب الأخرى. أول إشي يعني المناظرة جميع الأحزاب سبوا على بعض، وهذا إيش بولد عند الطالب نفور من الجهتين وعدم معرفة مثلاً لمين يصوت بالضبط وعدم مثلاً تصديق أي حزب. المناظرة كانت فيها كتير انحطاط وكتير ردح، يعني ما توقعت من هذا المستوى حيوصلوا له كتير متدني. المناظرة يعني كلها ردح، يعني كان في الإشي المميز في المناظرة إنه خطاب الكتب يعني كان أكثر، يعني بيطرح برنامج نقابي، عدا ذلك يعني الكتلة الإسلامية وحركة الشبيبة كان خطابها بس ردح. وهي مش مناظرة.